فتح كمان معانا اكلات المذبح الجميله. معانا الكارع الامامي الكندوز كبير قوي جامبو زي ما احنا شايفين كده اهو، بدل 300 جنيه ب 250 جنيه. معانا كمان الفشه طازه وسخنه، بصوا الفشه عامله زي ما فيهاش ريحه الميه، حاجه فريش، حاجه بلدي، حاجه تحفه، تعجبكم جدا جدا. الكيلو معانا ب 170 جنيه على الحله على طول، ما فيهاش دهون ولا زوار، فشه صافي. معانا كمان الطحال، والطحال معانا عليه عرض ب 150 جنيه، كبير كده بلدي زي ما انتم شايفين زي الفل، حصري برده ب 150 جنيه عليه عرض. معانا الكرشه بيضه خالص على الحله زي ما انتم شايفين كده اهو، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، مغسوله بالبرتقال والليمون والخل، حاجه كده بالف هنا وشفا. بصي الكرشه بتاعتنا عامله ازاي، الكيلو منها ب 120 جنيه على الحله على طول، العروض دي لفتره محدوده. معانا كمان اللسان، موجود معانا اللسان وموجود معانا لحمه الراس، اللسان الكيلو ب 250 جنيه ولحمه الراس ب 200 جنيه. ما تستغربوش من الاسعار يا جماعه، دي كده كمان اسعار كويسه جدا. عايزه اقول لكم ان اللحمه المجمده بقت ب 270 جنيه، فربنا يرحمنا برحمته. فدي بقى حاجات بلدي وحاجات حلوه، وموجود طبعا مخ بسعر اليوم، وموجود كل حاجة انتوا تحبوها موجودة. وعندي كمان الممبار على الحشو على طول عليه عرض، ابيض زي الفل ب 150 جنيه بلدي تحفة.